تاني مع سليم الخواجة والشر. الشر هيبقى عنوانك الفترة اللي جاية، هتركز عليه، وخصوصا يمكن ما فيش معظم النجوم مركزة على الأكشن الكوميدي الرومانسي. يعني السنة دي اللي عامل شر في الأعمال الدرامية كلها ماجد المصري ويسرى، هي ملكة الشر في النساء وأنت ملك الشر في الرجال. يعني مش شايفة ماجد حد بينافسه في الجزئية دي، وهي برج الحوت وانت برج الحوت وانا برج الحوت. الحوت السنة دي الحيتان السنة دي انا هاخد منكم بقى، لان انا حوت فانا عايزة بقى ايه، انا هدخل على الشر. انا عايزة اعمل برامج مذيعة شريرة. يعني طول عمري يقولوا لي انت بتدلعي الفنانين، انت ما بتسأليهمش اسئلة تحرجهم، انت ما بتجيبهمش تبهدليهم زي رامز. فانا لازم اشر بقى عشان انجح زيك انت ويسر الفترة اللي جاية. انا طبعا كل الشرف ان اكون بس يعني 10% من اسامي الاساتذه الكبار اللي هم رموز الفن المصري او العربي، كلاسيكات السينما المصريه والاساتذه الكبار دولت. بس لا يعني مش كل حاجه شرير، يعني بالعكس لا خالص، لان يعني انا مش عايز احبس نفسي في المنطقه دي خالص، عايز العب كل حاجه على حسب الشخصيه ايه والورق ايه. طب انا في عيون القلب رحت اتجوزت رانيا يوسف وهي عاملة نفسها ضريرة. يعني طيب قوي ساذج للدرجات دي؟ عمر بنهاوي كان ساذج قوي ونجح جدا مع الناس والناس صدقت ده، فده شيء جميل. فمتعة للفنان ان هو يوصل للناس كل حاجة، متعة للفنان ان هو يجسد شخصيات مختلفة، فده دي رسالتي. لكن انا مش لا مش هلعب الشر باستمرار، لا يمكن. يعني طب ليه يعني ليه الفنان لما يعني مثلا زي غادة مثلا لما نجحت في زهرة والأدوار الأنثى اللي بتخلي مثلا الناس تحبها وفيها أنوثة وكده، أول ما نجحت في الأدوار دي بعدت عنها مع ان دي كانت تميمة الحظ بالنسبة لها ونجاحها، وبدأت تدخل في أدوار تانية ممكن الناس عايزة غادة في السكة دي. ماجد فليه الفنان لما بيلاقي نفسه نجح في حاجة ممكن يروح سايبها وبعد عنها وهي مش موجودة؟ ما ينفعش ان انا السنة جاي ألعب شرير برضو، يعني هجيب تمثيل منين؟ ما ينفعش، لازم أغير، لازم أعمل حاجة تانية خالص أو ألعب الشر. يعني أنا لعبت في سيف الحديدي في آدم الشر بشكل معين وكان مباشر جدا، وراجل ده متخلف سيف ده خلاص كده هو كده خلاص. وجي بعدها بسنة زياد الرفاعي في سبق الإصرار كان للحلقة 18 أو الحلقة 19، يعني احنا عايزين من الراجل ده، الراجل ده جميل قوي، ويكتشفوا في الآخر ان هو بيلعب الشر بس بشكل مختلف. فلما يكون الشر بشكل مختلف اوكي انا معاكي، لكن نلعبه بنفس الاسلوب ونفس الطريقه ما ملل، يقول لك يا عم بقى وانت حتى يعني غير بقى. من حقي طب غير. ليه عادل ادهم محمود المليجي توفيق الدقن عاشوا معانا باعمالهم الشريره ما غيروش ولكن هم عايشين في وجداننا؟ مين قال لك كده؟ محمود عادل ادهم ده امتداد للاستاذ زكي رستم، وكان دايما ليه عادل ادهم في سواق الهالم كان عامل ازاي؟ كان في الرقصة والطبال كان عامل ازاي؟ كان عامل ازاي؟ الرقصة والطبال كان عسل عسل. ده موضوع تاني خالص. مين في دماغك من دول يا ماجد وانت بتعمل شر؟ لا ولا حد، ولا حد طبعا، ولا اتجرأ اصلا ان انا افكر في حد منهم، لان هم دول خلاص هقولك بيقلد فلان بيقلد فلان. لا لازم انا اتعب وانا ماجد. ومين بنفسك؟ مين نفسك السنة دي؟ حاسس ان في ناس كتير. لا في ناس بنفسك السنة لا في ناس كتير عملوا مسلسلات ما شاء الله يعني وكسروا الدنيا ونجحوا جدا جدا. محمد رمضان مثلا اتفرجت على طبعا يعني اسطوره طبعا. ده كلمت محمد سامي باركت له على الاسطوره؟ لا انا كلمت محمد رمضان باركت له على الاسطوره. محمد سامي كلمك بارك لك على الخنكه؟ لا ما حدش بارك لحد. ليه يا محمد كده يا محمد؟ ده في عيش وملح تاكل يا محمد على ترابيزه واحده. عيب يا محمد ما شاء الله مسلسل نجح. بس ما كلمت محمد رمضان قال لك ايه؟ تبارك محمد على فكرة ممثل إنسان، محمد إنسان وبيفرح بزمايله من صغره من صغره وموهوب ما شاء الله عليه. يعني باركت له قلت له يا أسطورة الجو. محمد رمضان فاد محمد سامي ولا محمد سامي اللي فاد محمد رمضان؟ أكيد الاثنين فادوا بعض. يعني محمد رمضان نجم ومحمد سامي نجم، والعمل مكتوب حلو. محمد عبد المعطي طبعا كاتب برضو مسلسل أسطورة حلو قوي، إنتاج قوي. ف يعني كان كل متوقع ان في نجاح للمسلسل ده، مفيش كلام طبعا.
بعدين عندك طبعا محمد رمضان ما شاء الله يعني يعني هو عنده يعني حته شعبيه ربنا عشان هو من جواه ما حدش يسأل فيها يعني. لان هو انسان طيب بالظبط فربنا بيديله على قد نيته يعني محترم بجد. وانا ببارك لك يا محمد وبقولك الف مبروك محمد وأنا كمان رمضان ببارك لك يا وببارك رمضان. لك على المسرح كمان لان هترجع لنا المسرح تاني وربنا يوفقك سينما ومسرح وتلفزيون ان شاء الله يا محمد. وثقه في الله نجاح ثقه في الله رقم واحد ونجاح. باركت لمين تاني ومين بارك لك؟ باركت لمين تاني؟ باركت طبعا لغادة عبد الرازق، باركت لمها سليم، باركت لأحمد رزق إن صديقي طبعا أحمد رزق ده من باركت له. لسه بتفرج بقى بالأواخر. تابعت كل الأعمال ولا ما كانش في وقت؟ ساعات بنتصل ببعض ما بنلحقش نرد على بعض يعني عارفة ما بنلاقيش بعض يعني فبنشتغل بقى كده على بس قدرت تتابع معظم الأعمال ولا ما قدرتش أشكل بتصور؟ بقولك أنا لسه مخلص أول بقى لكن ما تابعتش قوي يعني. لا بيحكوا لي بقى يعني بسمع كلام يعني بسمع كلام كتير يعني يعني أنا مراتي مثلا متابعة برضه يعني غير الخنكة متابعة الأسطورة متابعة الجراند أوتيل عمرو يوسف والشلة وتايسون بيقولوا تايسون هو نجم رمضان السنة دي يعني بداية مولد محمد شاكر خضير يعني مخرج محترم قوي شاطر قوي ما شاء الله عليه يعني بجد بقول لك مبروك يا محمد ربنا يوفقك ويا رب ربنا يجمعنا على خير إن شاء الله في عمل مع بعض أنا يكون للشرف. محمد مخرج واعد وهايل وعارف أدواته كويسة ومخرج مستفز اللي هو بيعملك الحاجة صح عارف ازاي جميل أنا بحب شغله يعني بحب شغله ما شاء الله عليه يعني ذكاء. ثانية واحدة بس باركت العم مصري طبعا الرئيس كبير بقى محمود عبد العزيز اتصلت بيه أقسم بالله طلع كبرنا ايه الجمال ده وبتاع أنا كان نفسي أشتغل معاك وبتاع قال لي إن شاء الله موجودة والله إن شاء الله هو بيحبك يا ماجد جدا أستاذي يعني. أستاذنا العظيم محمود عبد العزيز طبعا طبعا يعني إن شاء الله تجتمعوا مع بعض في عمل إن شاء الله وبنهني طبعا راس الغول وبنقول له ألف مبروك وهو من الحاجات الحصري اللي عاملة أعلى نسبة مشاهدة على قنواتنا يعني السنة دي بصراحة قنوات النهار كانت وجبة دسمة جدا فيها أعلى المسلسلات وأجمل المسلسلات راس الغول وال الخنكة وأفراح القبة وليالي الحلمية والخروج يعني كانت وليلى علوي هي ودافنشي لا الميزان مش عندنا عندنا مش الخروج فيعني بحيي قنواتنا إنها جمعت وجبة دسمة وعمالقة النجوم اللي أبدعوا بجد السنة دي يعني ذكاء سليم الخواجة الشهير بماجد المصري هياخدوا الفين بعد النجاح ده السنة الجاية مفاجأة إن شاء الله أعتقد بقى السنة الجاية مسلسل باسم مكتوب إن شاء الله وباسم ماجد إن شاء الله. المصري إن شاء الله. ده أكيد وأنا عارفة إن في اتنين منتجين بيجروا وراك بعمل مخصوص علشانك يعني. إن شاء الله في حاجة كويسة في 2017 إن شاء الله للدراما المصرية يعني إن شاء الله هتعجب الناس قوي إن شاء الله ونشتغل عليها من دلوقتي. بتستخدم ذكائك ازاي ومين بيفكر لك يا ماجد؟ لا مش الدرجات دي ولا لا عايز اقول لك انت عندك بيقولوا ايه فدان شطاره وموهبه وارادتها حظ وفدان شطاره حاجه كده يعني انت عندك موهبه ولكن ايضا انت عندك ذكاء يعني ماجد المصري اللي طلع عمل مسلسلات في لبنان واعمال مشتركه فعمل لي قاعده عربيه خرج الحمد من الحمد مصر بقى ليه دلوقتي جمهور عربي آخر غير الجمهور المصري مهم الواحد يتحرك ماجد المصري اللي ممكن يعمل دور يكسر الدنيا مع غادة عبد الرازق أحسن ما يعمل بطولة لوحده ما حدش يحس بيها يعني في ناس عملت بطولات السنة دي مطلقة والمسلسل باسمهم ومكتوب ليهم ولن ما حدش شافهم يعني في مسلسلات كتير السنة دي اتظلمت ومحدش جاب سيرتها وأبطال كتير تعبوا 30 يوم ومحدش اتكلم عنهم وهم من الجلدة للجلدة فده برضو ذكاء ان هم يجروا مع على البطولة المطلقة وما يحققوش نسبة مشاهدة وما يبقوش حد بيجيب سيرتهم لكن لما يعملوا بطولة مشتركة يحققوا نجاح كبير فده ذكاء تمام. انك تدخل في مباراة مع ممثل جميل زي فتحي عبد الوهاب طبعا. وتعمله وغدا يعني انك تحاول ان انت تثبت وجودك مع ناس
ممثلين جامدين طبعا، ويبقى سليم الخواجه طبعا. طبعا. واكل طبعا. الجو ده ذكاء. لا مش واكل الجو ولا حاجه، حرام عليك مش كده. كلمني عن الذكاء ده، ان انت يعني مين بيوجهك، مين بيشغلك، مين انا هرد على حاجتين عشان ما تتوهنيش. بس مفيش حد بياكل حد، احنا كلنا بنكمل بعض بجد يعني. انا شخصيا استمتعت جدا زي ما انت قلتي في الاول، الممثل بيحب ممثل جامد قدامه عشان يبقى في كده في ايه، في مباراه حلوه يعني. في حتى انا وفتحي عبد الوهاب لما عملنا مشهد يعني ما تقابلناش غير مرتين ثلاثه في المسلسل كله، بس عرفنا نخرج بمشاهد تقيله، مشاهد حلوه قوي. انا شخصيا ببقى طالع مبسوط جدا، وفتحي نفس الموضوع، وبنخدم على بعض وبنعلي بعض، وبنقعد نتكلم في المشهد كتير وفي تفاصيله والكلام ده عشان نعمل مشهد حلو في الاخر المتلقي والمشاهد يستمتع بيه. تمام؟ فمفيش حد بياكل حد يا بوسي والله صدقيني. دي نمره واحد. نمره اتنين، مش حكايه شطاره وذكاء واختيار. انا بثق في مين وباخد رايه بامانه. انا باخد راي اتنين في حياتي اللي هما اقرب الناس، مراتي واحمد المصري، احمد ابني. مراتي لان هي عندها ذوق معين وعندها عين معينه كده، وبنتعامل من جوه كده، فبتقعد باحساسها فما ازاي بتقول لي مش عارفه تعمل لي كده، دي بالنسبه لي لا مش هعمل. مقتنعه. فلما جالي المسلسل قالت لي طبعا بتتكلم في ايه يعني مسلسل، وانت بترجع انت وغاده تاني، مش محتاج راي اي حد. بصي انت بترجع انت وغاده تاني يعني، ومع مها سليم، فكده شكلها في بشاير نجاح يعني، وعلى قناه النهار، فلا يعني بس ايه الورق وايه الموضوع. قلت لها هنشوف، بس مبدئيا قالت لي لا توكل على الله. احمد المصري، احمد ابني كان وقتها في امريكا، كلمته يا احمد الموضوع، قال لي رئيس بس لو هتعمل ده، لان احمد درس في نيويورك فيلم اكاديمي، احمد مشروع مخرج يعني ان شاء الله. قال لي لازم تمثل من منطقه جديده، وحاول تلعب على جسمك، ولا حاول مش عارف، قعد بقى يقول لي على حاجات كتير قوي قوي، هو لسه مش عارف ايه الورق. قلت له ماشي، بس الوقت اصل مش عارف ايه، هنشوف. بس اهم حاجه احنا كان في التمثيل دلوقتي، مش موضوع مش محتاج عضلات، مش محتاج فورمة جسم يعني، انا مش داخل بعمل حاجه اكشن، خلاص انا بعمل تمثيل اكتر يعني، فانا عايز اهتم بتفاصيل التمثيل اكتر يعني. قال لي لا لازم تمثل من منطقه جديده خالص. فاشتغلت، فبعد اول اسبوع لقيت مها سليم بتكلمني بتقول لي انا اول واحده ببشرك انت هتكسر الدنيا. غاده اول ما اتفرجت وشافت كم مشهد كده مع مها كويس على الايباد يعني، قالت لها ايه ده ايه ده ايه ده، لا لا ايه ده ايه ده ايه ده يا مجهود. ولقيتها بقى ايه فرحانه بالشغل، قالت لي ما شاء الله الله اكبر، انت بص يعني لا في حاجه حصلت يعني. فمش موضوع ذكاء والله، انا ماشي كده بالبركه يعني على الله يعني. دي اجمل حاجه فيك يا ماجد، واوعى تتغير وتتغر وتبقى سليم الخواجه. طبعا سعيده بوجودك معايا، وسعيده بنجاحك الكبير اللي انت حققته، بقول لك الف مبروك، نورتني النهارده في مول العرب وخيمه ارابيانا، وسعيده ان دايما قنوات النهار وش السعد عليك، ودايما بتحقق نجاح. لسه بقى هنتقابل جديد وكتير، ولسه اللي جايه احلى، عندنا مهرجانات وجوائز، وجوائز الابداع وجوائز التمثيل ان شاء الله يا ماجد، دايما متوفق. والعمل الجاي السنه الجايه يكون عندنا برضو على قنوات النهار، وانتظرونا مع أحلى النجوم اللي أسعدتنا في الدراما المصرية على قنوات النهار، وتابعونا، ولسه هنكون معاكم مع نجوم أكتر أبدعوا وأسعدونا. وشكرا لك يا ماجد، كل سنة وانت طيب. وحك طيب، شكرا. عشان نبقى بنتجمع زي زمان، وكل نجم بتحبه وأحلى الألحان.